القانونيين في المحكمة التي تعقد الآن طعنا في العديد من إفادات الشهود. يعلن السادة قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا إلى الشعب العراقي الكريم ولضحايا النظام السابق نبأ اكتمال التحقيقات في قضايا الجرائم المرتكبة ضد شعبنا الكردي في قرى إقليم كردستان والمسمات قضية الأنفال، والتي تم فيها قتل الآلاف من النساء والأطفال والرجال ودفنهم في القبور الجماعية. في هذه القضية قضية الأنفال بعد الفرار مباشرة فقد تم إحالة المتهمين كل من علي حسن المجيد التكريتي، صدام حسين المجيد التكريتي، سلطان هاشم أحمد، صابر عبد العزيز الدوري، حسين رشيد التكريتي، طاهر توفيق العاني، وفرحان مطلق الجبوري. محاكمة النظام المخلوع. شكرا جزيلا. سبق أني اطلعت على التقرير الطبي اللي صادر بحقه، يعني من مجموعة أطباء. عندكم نسخة من؟ وإحنا مشينا الطلب وثبتنا. لأنه أنا موقع القرار، ولو أريد ما أوقع القرار لأن الحادث صار علي. لو ما أريد أوقع القرار ما حد يجبرني أنا أوقع القرار. 21/9/2023 لا صدر القرار هذا. وثيقة. نعم. سيد رئيس المحكمة قالها في الجلسة الماضية. نعم.